نستهل نشرتنا بالأخبار السارة التي أعلن عنها اليوم، والخاصة بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين في حكومة الشارقة اعتبارا من أول يناير المقبل. تفاصيل أوفى نتعرف عليها مع الزميل وليد عارف. أهلا بكم، خبر سار بل خبر يثلج الصدور، هكذا هو لسان حال موظفي حكومة الشارقة الذين شملتهم اليوم مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث أعلن سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة عبر برنامج الخط المباشر بإذاعة وتلفزيون الشارقة عن تفاصيل هذه الزيادة والتي تضمنت التالي: بتكلفة إجمالية قدرها 600 مليون درهم سيتم صرفها اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل. الحد الأدنى لراتب المواطن في حكومة الشارقة بغض النظر عن المؤهل الدراسي هي 17500 درهم، حيث سيتم إلغاء كافة الدرجات بعد الدرجة الثامنة، كما سيتم وضع فارق الراتب بين الموظف الحالي والمتقاعد من قبل حكومة الشارقة بميزانية قدرها 50 مليون درهم. وهنا نأخذكم سريعا للتعرف على تفاصيل هذه الزيادات. نأتي إلى الدرجة الرابعة حيث تم تخصيصها للجامعيين وسقف رواتبها هو 25000 درهم، أما الدرجة الثامنة فهي الحد الأدنى لمن هم دون شهادة الثانوية العامة وتم تحديدها ب 17500 درهم. ولمزيد من التفاصيل، كاميرا أخبار الدار رصدت هذا اللقاء مع سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة. قيمة الزيادة في رواتبهم 600 مليون درهم، أيضا شملت حقيقة لفئات يعني من بالنسبة للكادر، والكادر هو حقيقة أصبح الآن 8 درجات، يبدأ من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الأولى، وأيضا الدرجة الثامنة هم موظفي الحكومة اللي هو دون الثانوية العامة ويتوظف عليها، وكان يعني هم الوحيد صاحب السمو وحكومة الشارقة أنه يحصل على راتب بدايته 17500، وأيضا الثانوية العامة حديثي الثانوية العامة في موظف الحكومة أيضا يحصل على 18500. وكان هم حقيقة أن الحد الأدنى لراتب الموظف الجامعي وهو 25000 درهم، فهذا حقيقة كان هم كبير، وأيضا شغل الشاغل لصاحب السمو وحكومة الشارقة بالارتقاء في تنمية المجتمع والارتقاء أيضا بهذا الإنسان، فلذلك أن أصبحت الكوادر 8 درجات فقط، وألغيت الدرجات السابقة اللي هي من 14 إلى 9، والحمد لله رب العالمين كان هذا حقيقة ارتقاء لأبنائهم والموظفين ولدرجاتهم، نتمنى إن شاء الله التوفيق لهم. وأيضا كانت هناك مفاجأة أخرى أيضا بإضافة لكادر للموظفين المتقاعدين على الهيئة العامة أو صندوق الهيئة العامة للمعاشات الاجتماعية في الحكومة في الحكومة الاتحادية، أيضا بمساواتهم وبمساواتهم بالزيادة اللي تمت لموظفي حكومة الشارقة، وأيضا إيداع المبالغ الزيادة في حساباتهم الخاصة، فهذه حقيقة يمكن تكلف حكومة الشارقة ما يعادل تقريبا 50 مليون درهم للموظفين. والآن نرصد معكم أبرز ردود الفعل على المكرمة السخية من سلطان الخير، والبداية من الحياة الكريمة للمواطن جل اهتمام حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة. الاستثمار في الإنسان مرتكز أساسي بفكر حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام. حاكم الشارقة أمير العطاء في إمارة الخير سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة. حاكم الشارقة حريص على الاستثمار في الإنسان وتحقيق الرخاء له سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة. مكرمة حاكم الشارقة تؤدي إلى تماسك الأسرة سعادة العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة.